جميل الكريبي بن جابر. بسم الله نبدأ وعليه نتوكل ومنه دائما وأبدا طلب السداد والتوفيق يا رب العالمين. انطلقت الشعارات، انطلقت الأسماء الحاضرة والمتواجدة لتكون متنافسة في هذا المهرجان الغالي ومعلنة حضورها في هذا العرس التراثي الكبير في هذا المهرجان السنوي المقام على سيف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في انطلاقات حاضرة مشهودة بالعيان على أرضية ميدان التحدي بتحديات وقوة الأسماء المشاركة والمنطلقة والمتواجدة. جائزة هذا الشوط عبارة عن سيارة نقدية، هي من يحظى ويفوز بهذه الانطلاقة من المركز الثاني حتى المركز العاشر، أيضا جوائز نقدية ثمينة بتحديات وانطلاقات مسيرة شوطنا السابع. لنبدأ مع من تتواجد على المركز الأول ومن تحمل لنا الرقم سبعة على البداية. تقدم الشايب الشطيط بسالم بن راشد الاكتبي على أول الأسماء. المركز الثاني الحضور مشاهدين الكرام من قبل محنة محمد وسلطان بن مطر بن مرخان الاكتبي يقدم لنا شعاره الصعب على المركز الثاني. المركز الثالث من ميمنة الميدان عوايد محمد بن سعيد بن ناصر المنهالي والنقلة للمركز الرابع. لو تابع الحضور من قبل ذي قار تتقدم بشعار ناصر بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله المسند. والمركز الخامس الحضور من قبل المتحدة لسالم بن رملي بن محمد بن مطر العامري مع المركز الخامس. هذه هي الأسماء الخمسة الأولى الحاضرة والمتواجدة والمنطلقة والمتنافسة في مقدمة هذا المسار. وفي سكان المقدمة تحضر بانطلاقة شعاراتها الكبيرة بانطلاقة حضورها المميز بالانطلاق نحو المنافسة نحو تحقيق منال مالكها ومطمعه وهو كلمة الناموس بهذه المسيرة. لنعود بحضراتكم إلى المركز الأول لنتابع الشايبة على المركز الأول. الشايبة وشطيط رسالة بن راشد الاكتبي بدأ يكتب أجمل الأبيات أجمل الأبيات مع عنوان الشايبة ومع تقدم الشايبة ومع حضور الشعارة على المركز الأول وبالصدارة. المركز الثاني نتابع مشاهدينا الكرام المتحدة على المركز الثاني لسالم بن رملي بن محمد بن مطر العامري يقدم لنا المتحدة من بدأ تتحد بالحضور وبالمقارنة بإشعاره بالتقدم على المركز الثاني لتكون متواجدة بالمنافسة وبالانطلاق. المركز الثالث شعار صعب المضمرين يتقدم هذا الشعار على ظهر محنة محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الاكتبي من يقدم لنا محنة القادمة والحاضرة بالتحديات والانطلاقات. المركز الرابع على رابع الأسماء عوايد لمحمد بن سعيد بن ناصر المنهالي من يقدم لنا عوايد بعوايدها بالإنجازات لعوايدها بالمنافسات. تحضر عوايد ويحضر شعار المنهالي على المركز الرابع. المركز الخامس ملك السيوف شعار الأنيق يتقدم بهذه المسيرة ليكون القدوم برفقة ذي قار الحاضرة
الحاضرة في شوط أشبه بالاختبار مع هذه التحديات الكبيرة، مع هذه الأسماء المتواجدة والمتنافسة لتتواجد في قار وتتقدم على المرتبة الرابعة. ناصر بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله المسند من يمتلك هذه البطلة الحاضرة والمتواجدة، وأيضا سعيد بن بطي من يتابعها بعملية التضمير ومن يرافق هذه البطلة الحاضرة بانطلاقتها. المركز الخامس عوايد لمحمد بن سعيد بن ناصر المنهالي على خامس الأسماء يتقدم شعار بهذه المسيرة وبهذه التحديات والانطلاقات. هذا هو النداء الثاني للأسماء الخمسة الأولى مع انقضاء 4 كيلومترات وتبقي مثل بالتحديات. نتابع الكادر الأسفل أو هنالك الحضور والتقدم من قبل الأسماء، أسماء حاضرة، أسماء منطلقة، شعارات بدأت بالظهور بهذه المسيرة. شعار الإعصار الغربي من بدأ يتقدم بهذه اللحظات ويقدم لنا هذه النجمة الحاضرة والمتواجدة وبمعية هذا الشعار. نتابع شعارات حاضرة في هذا الشوط، متواجدة بهذه المسيرة، لكن لم يحن موعد تواجدها بالنداء، بالإذاعة، بالمنافسة، بالتقدم مع البداية. لنعود إلى بداية الانطلاق، لنعود إلى ركب المقدمة، لنتابع على الصدارة الشايبة. الشايبة من تسيطر تمام السيطرة بالمركز الأول، ومن تحضر بحضور الكبار تسير مع هذه الأمتار بالتقدم الجميل، بالتقدم الفريد لشطيط بن سالم بن راشد الاكتبي مع المركز الأول يتقدم ويقدم لنا الشايبة. المركز الثاني شوفوا اللي تسللت من المركز الرابع مرور الى المركز الثاني. هذه ذي قار وايضا شعار المسند يتقدم ليقدم لنا ناصر بن عبد الله بن احمد. المسند تحدي ذي قار. المركز الثالث الحضور من قبل محنة القادمة بشعار محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الاكتبي. والمركز الرابع نتابع مشاهدينا الكرام المتحدة لسالة بن رملي بن محمد بن مطر العامري من يحضر شعاره مع المركز الرابع. المركز الخامس نرى مشاهدينا الكرام التقدم والوصول والحضور من قبل العنود لمحمد بن زايد بن محمد بن زايد المنصوري. شعار الإعصار الغربي، شعار أبناء الغربية حاضرين ليبدأ تجديد العهد باللقاء مع جماهير هذا الشعار بتقديم العنود من تتواجد وتعلن الصمود بحضور هذا الشعار بالمنافسة في هذه الرياضة وبالحضور في هذا الموروث الشعبي الأصيل لتتقدم ويتقدم شعار المنصوري على المركز الخامس. هذه الأسماء الخمسة الأولى الحاضرة والمتواجدة، لكنني أوعدكم لما أرى من قدوم للأسماء والشعارات بحضور المنافسة بحدوث التحديات الكبيرة من قبل هذه الشعارات الكبيرة القادمة والواصلة بانطلاقتها. شعار الموسى بدأ يصل بهذه اللحظات، وكذلك شعار النيادي يتقدم، وشعار بن منانة، والأسماء الكبيرة والأسماء الحاضرة، وشعار السبوسي الذي بدأ يتواجد بهذه اللحظات وبهذه المسيرة. لكن العودة إلى البداية، العودة إلى المقدمة. باقي كيلوين بدأ العد التنازلي، بدأ ترتفع درجة حرارة هذا الشوط ليبدأ يرتفع المستوى الفني من قبل هذه الأسماء ومن قبل هذه الشعارات. والبداية الشايبة، المقدمة الشايبة، الصدارة والريادة الشايبة. اشطيط بسالب الراشد الاكتبي من يقدم لنا الشايبة برعاية شبابها تسير نحو الناموس، تسير نحو التتويج، تسير نحو اختطاف سيارة هذا الشوط. المركز الثاني
أتابع التقدم مشاهدينا الكرام من قبل سوق لأول ندى. موسى بن عبد العزيز بن عبد الله الموسى يتقدم هذا الشعار، يتقدم هذا الشعار القادم من المملكة العربية السعودية من عاصمة المملكة الرياض. قادم هذا الشعار حاضر بالمركز الثاني، المركز الثالث ندى أحمد بن بقيت بن أحمد بن كراز السبوسي على المركز الثالث. المركز الرابع شعار بالرملي من يقدم لنا المتحدة، سالم بالرملي بن محمد بن مطر العامري. والمركز الخامس التغواجد من قبل ذيقار ناصر بن عبد الله بن احمد بن عبد الله المسند على المركز الخامس. دخلنا اجواء الكيلومتر الاخير، دخلنا الغلاف الجوي لهذا الكيلو الملتهب بالمنافسة الشايبة. ما زالت صامدة، ما زالت حاضرة، ما زالت مسيطرة، ما زالت متغبرة بالصدارة بالانطلاق الاول. اشطيط بسالم بن اشطيط بن راشد الكتبي يقدم لنا شعاره بالتواجد بالمركز الاول، بالمعانقة بالناموس، بالحضور اولا. المتحدة قادمة، سالم بن رملي بن محمد بن مطر العامري على المركز الثاني، ذيقار على المركز الثالث، شعار السبوسي على المركز الرابع. لكن اشطيط بسالم بن راشد الكتبي الشايبة 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 المتحدة. الله بالرملي قدم لنا شعاره، حضر بالصدارة. السبوسي قادم ليقدم لنا انطلاقة ندى المتحدة ندى. ذيقار بالرملي يختطف السيارة، يختطف الناموس بانطلاقة المتحدة. آخر اسم تدون في كشف التعليق، أول الأسماء حضورا وتواجدا بالمركز الأول. تهانينا والناموس لسالم بالرملي بن محمد بن مطر العامري على انتزاع على المتحدة للسيارة المركز الثاني. ذيقار لناصر بن عبد المسلم المركز الثالث. كان الوصول من قبل عوايد محمد بن سعيد بن ناصر المنهالي المركز الرابع. امجاد لمطلق بن سليمان بن عود العطول المركز الخامس. ندى لاحمد بن بخيت بن احمد بن كراز السبوسي. مشاهدينا الكرام، متابعينا الاعزاء، تابعنا المنافسه التي حضرت بهذه الانطلاقه وشاهدنا المتحده من حققت الناموس واختطفت السياره بتوقيت زمني وقدره 12 دقيقة 47 ثانية 69 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لسالم بن رملي بن محمد بن مطر العامري على هذا الفوز المستحق. المركز الثاني وصل ذيقار، توقيت الزمن 12:48:33 جزء من الثانية. تهانينا والناموس نزفها لناصر بن عبد الله المسند على هذا الفوز المستحق. المركز الثالث كان الوصول من قبل عوايد، توقيت الزمن 12:49:19 جزء من الثانية. تهانينا والناموس نزفها لمالك